نظمت اليوم الجامعة التونسية للتجذيف بالتعاون مع الاتحادين العربي والدولي الدورة الدولية العاشرة للتجذيف بضفاف البحيرة، وشهدت الدورة مشاركة منتخبات من مختلف الدول العربية، كما حقق الجذافون التونسيون نتائج إيجابية بتتويجهم في جميع السباقات. عملت ميداي دارجون ما كانش ساهله، جمله خاطر فهم برشا كونكورونس، ديجا معناها بيناتنا دي سنتيام سكوند بالفوتو فينيش، معناها ما عرفناش من شكون، اما لازم برشا تعب برشا خدمه باش وصلنا معناها النيفو هذا باش نعملوا دي ميداي على الشان انترناسيونال، كل شيء تعبنا على الاخر. البطوله كانت جدا رائعه، اشكر التنظيم، اشكر تونس الصراحه على التنظيم الرائع، والتنافس كان جدا جدا طيب الصراحه. نشكر اللجنة المنظمة ونشكر كل من ساهم في إتمام هذه البطولة الرائعة.